طب يا شباب احنا ما زلنا بسم الله ما زلنا في اجهزه مكونه للشبكه. خدنا المره اللي فاتت خدنا كارت الشبكه وخدنا الكاب خدنا حاجه ثاني وخدنا السويتش لا لسه ما خدناش بالتفصيل بس اللي خدناه بالتفصيل الكابلات وكارت الشبكه قلنا في نوعين الكارت العادي اللي هو بيركب العادي السلك يوصل بسلك في الكارت اللي هو الايه؟ اللي هو الريس. الحته بس اللي عاوز اضيفها وما نزلتهاش انا في البرزنتيشن حته مهمه جدا ان كل كارت شبكه سواء كان وايرلس او سواء كان بسلك اللي هو العادي خالص سواء كان في كمبيوتر سواء كان في جوال سواء كان في تابلت في حاجه اسمها الماك ادرس. الماك ادرس ده اختصار يعني لكلمه معينه مش مشكله يهمناش في ايه بس انا باجي احفظها ماك ادرس. الماك ادرس ده عباره عن مجموعه من الارقام والحروف زي سيريال نمبر كده. بيبقى كل كارت ليه حاجه اسمها الماك ادرس ما بيتكررش على مستوى العالم مع اي كارت تاني. حاجه فريده ما بتتكررش. الجزء الاول في الماك ادرس دوت بيعبر عن الشركه المصنعه، يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا شركه سيسكو تقول لك مثلا ايه كل الكروت اللي طالعه مصنعه من الشركه عندها بتبدا مثلا بايه بي 1 مثلا يعني. ماشي؟ شركه مثلا زي شركه زي دي لينك احفظ الاسماء دي اسماء دي اشهر اسماء يعني. شركه مثلا زي دي لينك دي برضه مصنعه لحفل الشبكات الراوترات والكروت مهتمه بشغل الشبكات. هتقول لك مثلا كل الكروت اللي طالعه من عندي كلها بتبدا مثلا ب سي اتش 2 كلها. اي كارت في الدنيا هيبدا بالحروف ديت يبقى تعرف انه تبع ايه؟ تبع دي لينك. بقيه الحروف والارقام ده زي رقم تسلسلي للكارت دوت. يبقى الماك ادرس ده ما بيتكررش مع اي كارت تاني، كل كارت ليه العنوان الخاص بيه الماك ادرس الخاص بيه. في الجوال لو دخلت في الاعدادات المتقدمه في الشبكه عندك هيجيب لك الماك ادرس بتاع الكارت الوايرلس اللي في الجوال نفسه بكام؟ هتعرفه. اي جهاز اي كارت شبكه اي ديفايس اي مثلا طبعه بتشتغل على الشبكه هتلاقي الكارت اللي بيوصل للشبكه لازم ليه ماك ادرس خاص بيه. ما بيتكررش مع اي كارت تاني خالص في الدنيا كلها. ماشي يا اخوانا؟ طيب ده بيهمنا في ايه؟ ان السويتش اللي هنتكلم عليه النهارده السويتش بيتعامل بالماك ادرس. ازاي؟ السويتش بيبقى فيه كذا مدخل ويبقى عنده ذاكره داخليه هنشرحها دلوقتي تاني. في ذاكره داخليه بيعمل حاجه جواه كده زي الجدول. بيقول انا عندي المدخل رقم واحد بورت نمبر 1 ده جاي لي من الجهاز اللي الماك ادرس بتاعه كذا. بورت نمبر 2 ده جاي لي من الجهاز اللي الماك ادرس بتاعه كذا وهكذا. ان شاء الله يكون 1024 بورت. والجوال برضه ده اتصال اللي بتتصل به لازم اي حاجه بتتصل على شبكه تتصل واي فاي. نقطة الاتصال دي معتمد على كارت الشبكه اللي عندك هو اللي هو موجود يعني في بدايه اول ما يدخل عليه موجود لازم ماك ادرس. لا مش الرقم نقطة الاتصال دي انت بتحول كارت الشبكه بتاعك اللي في الجهاز الوايرلس بدل ما تخش بيه على النت بتربط بيه على جهاز تاني انت تتحول انت كجهاز كانك انت المودم كانك انت الراوتر بالظبط بتبقى انت اكسس بوينت. انا في حاجه اسمها الاكسس بوينت النهارده انت لما بتعمل نقطه اتصال عندك على الجوال بيسموها هوت سبوت هتلاقي لو عملته انجليزي ليه حاجه اسمها هوت سبوت او مش فاكر عارف اسمها ايه؟ واي فاي لما الجهاز تخلي الاجهزه تربط عليك نقطه اتصال ممكن نقطه اتصال سواء كده او سواء كده انت بتحول جهازك لحاجه اسمها اكسس بوينت لسه هناخدها النهارده. ماشي؟ طب تعالى نبدا الاول عشان ما نضيعش وقت كتير. اول حاجه او بعد ما خدنا الكابلات والحاجات دي هناخد حاجه مهمه جدا ما فيش غنى عنها في اي شبكه اللي هو السويتش. طيب تعال نقرا تعريف السويتش او ايه وظيفته وخد بالك برضو من الفاظ هو جهاز لربط الاجهزه وقلنا الاجهزه بكرر كذا مره مش معنى كلمه اجهزه يعني كمبيوتر. جهاز ده ممكن يكون طبعه واصل على السويتش بسلك عادي خالص. الطبعه نفسها ممكن يكون فيها كارت شبكه ونوصلها بسلك على السويتش مفيش اي مشكله. لربط الاجهزه داخل الشبكه ويتصل بكل جهاز موجود في الشبكه عن طريق كابل. انما زي ما انت شايف كده في الصوره كلها بورتات ده مش وايرلس ده كله عن طريق كابلات. السويتش بيشتغل بالكابلات فعن طريق سلك خارج من كارت الشبكه اللي في الكمبيوتر بنوصل الطرف الثاني فين؟ في السويتش. طيب عن طريق كيبل ممتد من كارت الشبكه الى احد المنافذ الموجوده فيه ديت زي ما انتم شايفين في منافذ كتير قوي اهيت
ويحتوي السويتش يعني يحتوي داخله على ذاكرة بها عنوان كل جهاز، فيها الماك ادرس بتاع كل جهاز، بيبقى عارف كده. لو جيت على البورتات ديت دي بنسميها بورت او منفذ بالعربي، هتلاقي هنا مثلا بورت رقم 1 2 3 4. انت مثلا جبت كمبيوتر وصلته على بورت رقم 1، هو بيعمل رسائل بينهم وبين بعض، بيسالوا على الماك ادرس بتاعه وراح مخزن في الجدول بورت رقم 1 في الجهاز الماك ادرس بتاعه كذا. جيت وصلت جهاز تاني على بورت نمبر 2، هيروح برضه من كارت الشبكة بتاعه الرسائل بتتبعت ما بينهم، هيروح منزل في الجدول عنده الجهاز اللي فيه اللي مركب في بورت نمبر 2 الماك ادرس بتاعه كذا، بحيث لو خرجت رسالة من الجهاز رقم 1 الرسالة ديت يا اخوانا بتطلع لهيدر السيسكو، بيطلع فيها عناوين كتير بتقول انا رايحة للاي بي كذا ورايحة للجهاز اللي الماك ادرس بتاعه كذا، فالسويتش بياخد الرسالة دي بيقراها بيعرف هي رايحة لمين زي ساعة بريد بالظبط، بياخد الجواب او الرساله اللي فيها البريد بيقرا العنوان اللي عليها. جميل كده؟ السويتش بيعمل كده، بياخد الرساله ما بيقراهاش كلها، بيقرا جزء منها اللي مكتوب فيه فين؟ الماك ادرس. مكتوب الماك ادرس 1 2 3 4. الماك ادرس ده يشوف في الجدول عنده موجود فين؟ موجود في نمبر 2، يروح بعتها على نمبر 2. لو بيبص لقى الرساله الماك ادرس ده مش موجود، هتدرسوها في سيسكو، بيعمل حاجه اسمها برودكاست، بيبعت لكل الناس اللي واصله فيه. جميل؟ لو ما لقاهاش يعني مين الماك ادرس بتاعه كذا، يرد عليه يروح مسجله عنده، يروح بعت له رساله بعد كده، فبيملى الجدول وبيعرف كل بورت من دول الجهاز اللي واصل فيه ايه هو الماك ادرس بتاعه. مفهوم لغايه كده؟ مش حاجه صعبه؟ واضح، بس عن طريق الرساله كيف تكتب رقم الماك ادرس؟ انت مالكش دعوه، الحاجه بينهم من بعض مالكش تدخل فيها. انا بس الجهاز ثاني انا يطلع عندي في ما بتكتبش انت. انت بتبعت مثلا ملف وورد من جهازك لجهاز تاني. حلو كده؟ انت ما بتدخلش في الحاجات دي خالص. انت بتختار اسم الكمبيوتر من عندك. ايوه. هنشوف في العملي في الويندوز 7. ايوه غلط. بختار جهاز في الشبكه مثلا، بقول الجهاز ده باخد منه ملف معين. طابعات ممكن تطلع عندك، طابعه شيل بي، طابعه ايوه سوني، طابعه الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي حاجات انت ما بتشوفهاش بعينيك. الحاجات دي كلها بتطلع عندك في الشاشه. ولا بتطلع عندك عشان ترسل لها لا انت بتشوف بس الكمبيوتر. طب الماك ادرس بتاعه ايه؟ الاي بي بتاعه ايه؟ الحاجات دي كلها تبقى انت ايه خفيه انت ما بتشوفهاش. ايه بس شوف جميل؟ طيب انا بفهمك بس هو بيشتغل ازاي؟ الحاجات دي كلها قصاد عينيك انت ما بتشوفهاش. دي كلها رسائل ماشيه في الشبكه رايحه جايه ومحدش بيشوفها بعينه، بس هي موجوده عشان تنظم المرور، دي رايحه فين؟ دي جايه منين؟ الجهاز ده فين مكانه؟ الجهاز ده فين مكانه؟ وهكذا. طيب ويرسل البيانات زي ما قلنا مراد ارسالها من كل جهاز الى اخر مباشره. جهاز رقم 1 اللي في بورت نمبر 1 عاوز يبعت للجهاز الماك ادرس بتاعه مثلا زي ما قلنا 1 2 3 4، بيبعتها للسويتش، السويتش يبقى عارف الجهاز اللي هو الماك ادرس بتاعه 1 2 3 4 راكب عندي في الوصله ديت، روح باعت له عليها مباشره. ماشي يا اخوانا؟ طبعا السويتش مفيش شبكه بتتجمع من غير سويتش ابدا، وزي ما انت شايف بيختلف من سويتش للتاني. السويتش اللي احنا شايفينه دوت فيه 48 منفذ. انت ممكن في البيت عندك تشتري سويتش 4 منافذ، اقل حاجه موجوده 4 منافذ. ممكن تشتري 8، ممكن اللي فوق ده عشان اللي راكب عندنا دوت ده مش 48، ممكن مثلا 24 او 12 حاجه كده، تقريبا ده 24. جميل؟ اقصى عدد وصلوا ليه كام؟ في حد علمي، كل حاجه بقول في حد علمي، ان التكنولوجيا بتتقدم. ان في سويتش 1024 بورت من شركه اتش بي، نزل اكتر من كده الله اعلم، بس تلاقي سويتش عامل زي الدولاب في 1024 منفذ، دي الشركه كامله بحالها. عاوز 2000 جهاز تروح حاطط سويتشين جنب بعض. ماشي؟ شوف السويتش ده مثلا شكله مختلف، ده من شركه سيسكو اللي عدى دوت، ده كان من شركه ايه؟ ديل. وخد بالك من حاجه مهمه، هنا في يا اخوانا 48 بورت، طب ايه اللي في الاخر دول؟ انا بتغذي ال لما بربط سويتش البورتات دي كلها غالبا هتلاقي سرعتها زي ما قلنا 100 ميجا بت بير سكند في الثانيه. طب عشان اربط بين سويتش واخر لازم شبكه اتصال. لا مش شبكه اتصال، ما انت ممكن تحط سويتشين فوق بعض وتربطهم ببعض والاجهزه كلها يشوفوا بعض. يعني ده مثلا 48، حلو؟ طب انت جبت اجهزه زياده هتعمل ايه؟
هتروح جايب سويتش زياده مركبه فوقيه في الدولاب، يعني اللي بيركبوا فيه سويتشات فوق بعضيها. هتجيب واحد كمان 48 صار عندك كام؟ حوالي 96 جهاز. ماشي؟ طيب السويتش ده والسويتش اللي فوق لازم اوصلهم ببعض عشان يبقى الاجهزه ال 96 دول كلهم شايفين بعض. فمش حاجه اوصل في بورت من البورتات اللي هي 100 ميجا دي. لا، بيحط لك هنا بورتات سرعتها 1 جيجا. دي هعمل بيها ايه؟ هوصل سويتش بسويتش. جميل؟ فاهم ولا مش فاهم؟ يعني السويتش ده كده 48 موظف عندي موجودين. طب الشركه كبرت وعندي اجهزه زياده وموظفين زياده، فمحتاج سويتش تاني عشان ازود كمبيوترات. فبروح جايب مثلا واحد شبه ده كده واروح حاطه مركبه فوقيه، بيركبوا في دولاب فوق بعض. هوريكم مثلا صوره ليه. جميل؟ ولازم اربط السويتشين ببعض. فعشان اوصلهم ببعض اوصلهم بمنافذ تكون سريعه. اوصلهم بمنافذ ايه؟ اللي هي 1 جيجا. زي اللي انتم شايفينها في الاخر كده. تعالى نشوف بتاع سيسكو، اهو بتاع سيسكو اهو. ماشي؟ ده برضه نفس الحكايه، في كام منفذ؟ 48 منفذ. بس بص في الاخر هنا هتلاقي عندك في منفذين سرعه كل واحد فيهم 1 جيجا. ممكن واحد فيهم يوصل للراوتر، هنعرف يعني ايه راوتر كمان شويه، واحد فيهم يوصل لايه؟ لسويتش تاني. عشان انت بتحتاج سرعه اتصال كبيره بين الاجهزه وبعضيها. هتوصل سويتش بسويتش في الشركات بالذات، يبقى هتوصل في المنفذ اللي هو سرعته 1 جيجا بايت، مش المنفذ اللي هو سرعته 100. جميل؟ عاوز توصل السويتش بالسيرفر، فما تجيبش السيرفر توصله في الوصلات اللي هي الصغيره اللي هي ال 48 دول. لا، هتوصله بالسيرفر فين؟ في الوصل اللي هي 1 جيجا، عشان السيرفر بيخدم ال 48 دول كلهم. والانترنت برضه والانترنت اشبكه برضه في ال، ليها تقسيم تاني. بس برضه لو مش هتوصل، لو مش هتوصله بالسيرفر هتوصله مباشره في السويتش، وصله في ال 1 جيجا. يغذي كل ال، عشان يغذي ال، يغذي ال 48 كلهم. ان احنا مثلناها امبارح قلنا ده المنفذ الواحد، المنفذ الواحد سرعته 100. فقلنا لو هتوصل السيرفر في منفذ سرعته 100، تخيل السيرفر وصل عليه 48 جهاز. ال 48 جهاز بيطلبوا ملفات، فيحتاجوا منفذ يكون سريع، يكون الماسوره بتاعته واسعه مش ماسوره ضيقه بمثابه الماسوره يعني. هيمشي فيه حاجات كتير، بيانات كتير. فهتحطه في منفذ 100 ميجا على 48 جهاز، ولا تحطه في منفذ 1 جيجا او 10 جيجا عشان يخدم ال 48 جهاز؟ فانت هتلاقي السويتشات بتاعت الشركات زي اللي انت شايفه ده، لازم هتلاقي دي للاجهزه مثلا، وعندك منفذ او اثنين او اكتر على حسب حجم السويتش، يعملوا ايه؟ توصلهم على السيرفر، او توصلهم على سويتش تاني، او توصلهم على الراوتر تاني. جميل؟ مفهوم لغايه دلوقتي؟ ماشي؟ طيب السويتش التاني بيختلف من ايه؟ في عدد المنافذ. ممكن اشتري سويتش اقل حاجه في 4 في 8 في 16 في 32 في 48 في 64 عندك لغايه 1024. جميل؟ طيب حاجه ثانيه، سرعه كل بورت زي ما قلنا ده في 48 بورت كل واحد فيهم سرعته 100 ميجا، بس في 2 بورت كل واحد فيهم 1 جيجا. ممكن تشتري سويتش ما فيهوش ال 1 جيجا دي خالص. ده سعره يفرق عن ده، ده امكانياته تفرق عن ده. ماشي؟ لازم اللي هيقسم شبكه في مكان يراعي الحاجات ديت. حاجه ثانيه بقى يا اخوانا اسمها امكانيه اداره السويتش. السويتشات العاديه اللي بتتباع في السوق كلها يا دوب تحط فيها الاسلاك وهي توصل الاجهزه ببعضيها. مفيش برنامج تخش عليه تعمل له اعدادات. بس بالنسبه للشركات وفي راوترات سيسكو اللي انت بتاخد فيها دوره سيسكو، دوره سيسكو انت بتدرس الراوترات السويتشات والراوترات بتاعت سيسكو بس. بيبقى حاجه اسمها مانجد سويتش، سويتش يمكن ادارته. عارفين بقى بديله بعمل فيه ايه؟ بيحط لك بقى امكانيات ما اقولكش. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن اجي على بورت من دول بعمل حاجه اسمها ستيك ادرس او ستيك ماك ادرس، الماك ادرس الملتصق. اقول له البورت دوت ما ينفعش يوصل فيه الا الجهاز الى الماك ادرس بتاعه كذا. دي حاجات بقى للسكيورتي. لو اي جهاز تاني وصل فيه ما يشتغلش، ما يدخلوش على الشبكه. مش قلنا السويتش بيفهم الماك ادرس بس بيسجل؟ فتيجي انت مثلا اروح انا مديله امر
ده في السويتش اللي ممكن ادارته اللي هي في الشركات الكبيره عشان الامن وسريه المعلومات. اقول له مثلا بورت رقم 1 او بورت رقم 10 او بورت رقم 8. بورت رقم 8 ده لما يجي لك عليه جهاز الماك ادرس بتاعه 1 2 3 4 دخله على الشبكه خليه يشتغل معاك. لو جالك اي جهاز بماك ادرس مختلف ما تدخلوش. من الحاجات اللي السويتش اللي فيه اداره اللي بتدي له اوامر زي سويتشات سيسكو دي بالذات. السويتشات العاديه اللي في السوق السويتش ده مثلا ده سويتش عادي ما فيهوش اداره. اي جهاز يركب الكابل يخش على الشبكه على طول. احنا لو موصلين انترنت مثلا في السويتش ده موصلينه بالمودم بتاع النت هيوزع النت الاجهزه كلها. اي جهاز هيربط هيدخل على النت، حد هيقول له انت مين؟ محدش هيقول له انت مين. حلو؟ لما جهاز السويتش اللي فيه اداره وفيه برنامج وفيه اوامر ممكن اديها له، من احد الاوامر هقول له مثلا البورت دوت لازم الجهاز اللي يجي لك ماك ادرسه كذا هو اللي يدخله، غير كده ما تفتحش البورت خليه مقفول. حاجات الامن مهمه جدا. ما يجيش واحد غريب من بره الشركه عاوز يخش يهكر علينا يروح جايب جهازه موصله. لا هو مجرد ما هيوصل الماك ادرس بتاعك ايه؟ اقول له الماك ادرس بتاعي كذا. لا انت مش مسموح لك تخش الشبكه اصلا. انما انت لو مركب في الشركه عندك سويتش عادي خالص ما فيهوش اداره ولا اي حاجه اي جهاز بيركب عليه تيجي تحط الجهاز دخل الشبكه. هيقدر بقى يخترقها مش هيقدر يخترقها دي حاجه ثانيه. بس المهم ان هو ايه؟ دخل السويتش قبل ومفيش مشاكل. ما في سويتشات تانية بيبقى ليها إدارة. طب حاجة تانية في سويتشات تانية ممكن إدارتها برضو بتقول لهم مثلا مجموعة البورتات اللي فوق ديت مثلا من 1 لغاية 20 دي هتقسمها لي شبكة كذا كل شبكة لوحدها بيسموها الفي ليرنز. البورتات التانية ديت دي هتبقى في شبكة مختلفة كل واحدة من كل مجموعة في شبكة مختلفة. المجموعة دي ما تشوفش المجموعة دي. وفي بورتين ممكن هم اللي بيربطوا الشبكتين ببعض. إدارة بتديله في حاجات كتير جدا. بتعمل له باسورد. إن ما حدش مش قلنا ليه إدارة يعني ممكن تخش تديله أوامر؟ لا بتعمل له باسورد إن ما حدش يخش يقدر يديله أوامر إلا أنت. وفي سويتش عادي خالص ما فيهوش كل الكلام ده. توصل الأجهزة وهو يوصل الأجهزة ببعضيها وخلاص. فبتفرق معايا المنافذ السرعة وهل يمكن إدارته ولا ما يمكنش إدارته. أشهر الشركات هي شركة سيسكو. هتلاقي الشركات البنوك السعوديه هنا كل اجهزتها سيسكو كل اجهزتها غالبا يعني وزاره الدفاع شركه امريكيه اصلا وزاره الدفاع الامريكيه كلها شغاله باجهزه سيسكو. فيها سكيورتي ايه؟ فيها سكيورتي كل جهاز ليه امكانيات حتى ممكن تلاقي جهاز فيه امكانيات اداره وبرنامج وجهاز تاني فيه امكانيات اكتر وبسعره. والامريكان عندهم اجهزه ما بينزلوش البرنامج بتاعها للشرق الاوسط ولا اي دوله ثانيه بيدوك حاجات معينه. يعني ممكن حاجات هو يحتفظوا بيها لنفسهم. ماشي؟ طيب ادي السويتش، حد عاوز يعدي بقى يسال في السويتش؟ وخد بالك من معلومه مهمه السويتش بيفهم الايه؟ الماك ادرس، كروت الشبكه بس. ما دخلت في الكلام ما دي ممكن تكون برضه منفذين تانيين. انا مش عارف بتوع ايه، ممكن يكونوا فاضيين، بس الصوره مش موضحه، حتى الكلام اللي في الصوره مش موضح. تعالى نشوف بعد كده خلصنا السويتش عندنا حاجة تانية لا غنى عنها في الشبكة اللي هو اسمه الراوتر. أول حاجة عاوز أعرفك بس إيه الفرق بين الراوتر والسويتش؟ السويتش داخلي داخل اللان داخل الشبكة المحلية هو اللي بيجمع كل الأجهزة ببعضيها. جميل كده؟ طب الراوتر، الراوتر ده هو اللي بيخرجك بره الشبكة اسمه الموجه. انت عندك شبكه داخليه عاوز الاجهزه تطلع انترنت بيحتاج حاجه اسمها راوتر. الراوتر ده هو الموجه هو اللي بيخرج لي شبكه ثانيه. الراوتر ده هو اللي بيربط بين شبكه وشبكه. ان ممكن شبكه محليه لحالها كده وفي شبكه ثانيه جنبها عاوزين نربط الشبكتين ببعض يشوفوا بعض. لا سلك بالسلك وفي منه لا سلك. عاوزين نربط الشبكتين ببعض لازم راوتر في النص. لما هندرس الاي بي هتفهموا يعني ايه دي شبكه ودي شبكه هتفهموها اكتر يعني بس احنا هندرس الاجهزه نفسها. يبقى وظيفه الراوتر هي ربط شبكتين ببعض. سواء الشبكتين دول داخل مبنى او سواء انت شبكتك
وشبكة العالم كله. مين اللي هيربط أي شبكة بشبكة أخرى؟ هو جهاز الراوتر. لما السويتش، لا السويتش بيعمل إيه؟ بيربط الأجهزة الداخلية بشبكة واحدة كلها، بيجمعهم كلهم في مكان واحد، بيبعت الرسائل ما بينهم. إنما لو في جهاز عاوز يطلع بره، يروح إنترنت، يفتح جوجل، يفتح حاجة، لازم يطلع عن طريق مين؟ راوتر. لأن ساعتها هنتعامل بحاجة اسمها الأي بي، هندرسها بعدين. أديكم فكرة مبسطة عن الأي بي كده عشان تفهموا الراوتر أكتر. قلنا الماك ادرس ده زي سيريال نمبر خاص بالايه؟ بكارت الشبكه. بكارت الشبكه مش بالسويتش، بكارت الشبكه اللي موجود في الكمبيوتر. ده ما بيكررش على مستوى العالم. طب الاي بي بقى، الاي بي ده عامل زي اخوانا. الاي بي ده رقم زي مثلا 192 168 11، ده اشهر رقم في الاي بيهات. كل الاجهزه مثلا لما جايه من شركه الاتصالات هتلاقي المودم نفسه واخد الرقم دوت، وكل جهاز كمبيوتر بياخد رقم مختلف. الاي بي دوت يعتبر هو اسم الجهاز داخل الشبكه وبره، محدش فاهم. كل جهاز على الشبكه لازم بياخد رقم، ملوش دخل في الماك ادرس ده. الماك ادرس ده رقم الايه؟ كارت الشبكه. انت مثلا مندر معاك جهاز كمبيوتر، حلو كده؟ اتصلت بجهاز في اوروبا. ما انت بتخش مثلا موقع جوجل، انت في الحقيقه اتصلت بسيرفر فتح لك الموقع، جميل. هل ده بيتعامل معاك بيعرف بندر؟ لازم بيسالك اسمك ايه الاول عشان يبادل البيانات بينك وبينه، بياخد عنوانك. بياخد الماك ادرس؟ لا، ملوش دخل في الماك ادرس. بياخد الايه؟ الاي بي. الماك ادرس بنتعامل بيه في الشبكه الداخليه فقط في السويتش، انما الاجهزه بينها وبين بعضها في الشبكات الخارجيه لازم بيتعاملوا عن طريق ايه؟ عن طريق احنا هنشرحه بالتفصيل، بس هعطيكم فكره سريعه عنه كده. مثلا انت عندك في جهاز التليفون، حلو كده؟ انا مسجل استاذ بندر، كاتب اسمه بندر الجهني، صح؟ بندر الجهني. بس هل لما باجي ادخل افتح التليفون باجي اطلبه بكتب بندر الجهني قبل ما اسجل رقمه، قبل ما اسجل اسمه يعني، ولا بكتب رقم تليفونه؟ بكتب رقم تليفونه. لما كلمه بندر الجهنة دي انا بعرف الرقم ده بس بسميه ايه، بديله اسم، جميل. كذلك كل جهاز كمبيوتر عشان يطلع انترنت بره لازم يبقى ليه رقم، رقم خاص بيه، يعتبر زي رقم التليفون بتاعه كده. انا لما اجي مثلا بتصل بجوجل، بكلم جوجل، ليهم السيرفر بتاعهم، ليه اي بي، حلو كده. انت بتكتب قصاد عينك في الكمبيوتر google.com، صح كده؟ بس في الحقيقه ان لازم google.com دي بتروح على حاجه اسمها الدي ان اس. الدي ان اس ده يقول ايه الرقم بتاع google.com، يجي لك الرقم الاول انت ما بتشوفهاش بعينيك وبتبدا تتعامل معاه بالرقم دوت اللي هو الاي بي. ماشي؟ تبدا تتعامل معاه بالاي بي، تبدا ترسله بينك وبينهم بالاي بي. الموقع بتاع معتز اللي احنا دخلناه ده كتبنا معتز دوت نت اللي هو فيه البرامج، جميل. انا بكتب قصاد عيني معتز دوت نت، بس اصلا ده مجرد اسم، انما الموقع ده ليه رقم، ليه اي بي، ما ينفعش اروح من غير الاي بي بتاعه. الكمبيوتر بيعمل ايه يا اخوانا؟ بتكتب معتز دوت نت، في ثواني، في جزء من الثواني بيبعت الحاجه اسمها سيرفر اسمه الدي ان اس، يقول له الرقم بتاع معتز دوت نت ده ايه؟ يقول له الرقم مثلا كذا 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 كذا، يروح واخد الرقم ده يروح باعث له يتعامل معاه. انت عشان تخرج من الشبكه الداخليه في رقم اي بي يتعامل معاه، لازم كل جهاز يكون ليه اي بي، يعني ادرس اي بي ده بالتفصيل. طيب احنا قلنا الشبكه الداخليه بتتعامل بالماك ادرس، حلو كده؟ والاي بي كمان، بس لازم كلنا بناخد اي بي حاجه اسمها فرنج واحد. يعني مثلا لو انا ده 192 168 1، ده هيبقى 192 1 2، ده هيبقى 192 168 1 3، ده هيبقى 192 168 1 4، وهكذا. حلو كده؟ الاي بي بيتقسم جزئين برضه، مش الماك ادرس بيتقسم جزئين؟ الماك الاي بي بيتقسم جزئين، في جزء منه بيعبر عن الشبكه، وجزء منه بيعبر عن الجهاز. بس انا اللي بختار بقى اول ثلاث ارقام الشبكه ولا اخر ارقامين. مثلا نقول 192 168 1، ده
ده الشبكه، هو ده اسم الشبكه، والواحد الاخير ده رقم الجهاز. طيب 192 168 1 رقم الجهاز كام؟ 2. 192 168 1 رقم الجهاز كام؟ 50. بس اسم الشبكه ايه؟ 192 168 1. والرقم اللي بعد كده ده رقم الجهاز داخل الشبكه. جميل كده؟ كذلك لو جينا بقى عملنا قلنا رقم مختلف، قلنا 192 168 5 1. 192 168 5 ادي دي شبكه، و192 168 1 دي شبكه ثانيه بالارقام كله بالاي بي. الشبكه دي عمرها ما تشوف الشبكه دي. يعني لو جبت جهاز قلت له الجهاز ده في شبكه 192 168 1 ورقمه 2، قلت انا عاوز ابعت رساله او عاوز ادخل الجوجل مثلا اللي هو رقمه 215 1 6 7، دي شبكه مختلفه عن دي، صح كده؟ هيوصلوا لبعض ازاي؟ مين اللي يوصلهم لبعض؟ الراوتر برضه زي السويتش كده، بيبقى جواه خريطه جواه. يقول لك انت مثلا عاوز توصل للجهاز اللي هو رقمه 201 70 60 1. الرقم ده فين؟ الراوتر بقى المعلم ده بيروح يدور عليه في الدنيا كلها. بيعرف يوصل له ازاي؟ وبيعرف الطريق ايه هو الطريق اليه بيوصلك بيه. عشان كده قلت لك الراوتر بيوصل بين شبكه وشبكه. الشبكه الداخليه احنا كل الاجهزه ما دام كلهم في اي بي، جزء الشبكه بتاعه كلهم في نفس الرينج، كلهم واحد، يشوفوا بعض ويرسلوا رسائل لبعض. خرجت الشبكه ثانيه باي بي مختلف، يبقى لازم يكون جهاز اللي وصله ببعض مين؟ جهاز الراوتر. يربط بين شبكه بين شبكه. هندسه الاي بي بالتفصيل هتفهموه كويس قوي يعني. طيب في اشكال كتيره مختلفه من الراوتر. بس خد بالك في الراوتر يفرق عن المودم، عن مودم النت. المودم في جهاز اسمه المودم. المودم ده هو اللي بيجيب سلك التليفون اللي جاي من بره بتاع شركه الاتصالات وتوصله فيه ووصلك بالنت. ملوش دخل تاني غير كده. الراوتر لازم يتوصل بالمودم عشان يطلعه نت ويوصلك للشبكات اللي في الدنيا كلها. دلوقتي اللي حصل ان الاثنين مدمجين في بعض. حضرتك بيجي لك الراوتر بتاع شركه الاتصالات هو راوتر ومودم الاثنين مع بعض في نفس الوقت. بتوصل له الوصله بتاعت السلك دي اس ال، وكذلك بيشتغل راوتر، بيشتغل الاثنين، بيشتغل مودم يوصل على النت ويشتغل راوتر يوصل الشبكات المختلفه ببعضيها، وكمان بيشتغل سويتش زي ده كده. تعالى يعني نشوف صوره ثانيه. قلنا بيستخدم راوتر شبكه بشبكه اخرى، يعتبر بوابه اتصال بالعالم الخارجي زي الانترنت مثلا، ما ينفعش تخش انترنت بدون راوتر ومودم الاثنين. طيب ليه نظام تشغيل خاص بيه؟ هناخدها عملي. الراوتر يا اخوانا بقى ازاي السويتش؟ الراوتر لازم يكون فيه نظام تشغيل جواه. بتعمل له اعدادات كتيره جدا، هنعرفها بعدين، ماشي؟ طيب زي ما قلت لك قد يكون مدمج به مودم الانترنت، وده كل الاجهزه بتاعت النت كلها دلوقتي كده. وقد يكون فيه سويتش، وقد يكون كمان فيه جهاز ربط لاسلكي للاجهزه. يعني الاجهزه مش قلت ينفع اربطها بالسويتش؟ وممكن اربطها لاسلكي. فالجهاز ده بيشتغل كل حاجه، شغال سويتش وشغال سويتش لاسلكي اللي هو بنسميه اكسس بوينت هناخده دلوقتي، وشغال مودم وشغال راوتر، كل الاجهزه ببعضيها. اللي بيجي لك من شركه الاتصالات بتلاقيه شغال كل حاجه. دي الاجهزه القديمه، شايف؟ ادي مودم النت لوحده، وادي الراوتر لحاله. بيدوب بتوصل المودم بتاع النت، تاخد منه وصله تروح موصلها للراوتر، والراوتر بعد كده يروح موزع لك انترنت على الشبكه عندك. شايف؟ دي الاجهزه القديمه. ده مثال لجهاز راوتر بدون مودم، شايف؟ ده راوتر هو ما فيهوش مودم. في اربع وصلات للكمبيوتر، وفي وصله تجيله من المودم عشان يفتح نت، بس كده. ده القديم، الحاجات القديمه. طيب الحاجات الجديده، ده زي بتاع شركه الاتصالات. بص هتلاقي هنا ايه؟ وصله اهي ار جي 11، ده هتوصل فيها السلك اللي جاي لك من التليفون من بره. وادي هنا في اربع فتحات تعتبر كانها سويتش بالظبط، يدي لك الانترنت لاربع اجهزه الكمبيوتر. وفي نفس الوقت هو راوتر.
يربط الشبكات ببعضيها عن طريق تخش جوجل، تخش اي موقع، اي شبكه في الدنيا. جميل. كل الاجهزه دلوقتي بنفس الشكل ده كده. طب خد بالك، ده راوتر ومودر مع بعض في نفس الوقت، في اربع فتحات لاربع كمبيوترات. طب افرض انا عندي الشبكه، وده اللي بنعمله عندنا هنا، انا عندي الشبكه فيها 50 جهاز عاوز اوصلهم نت، هعمل ايه؟ سويتش. بالسويتش هاخد بس فتحه من دول اخدها اوصلها على السويتش، اجيب مثلا سويتش 48 فولت، حلو، اخد فتحه من دول اوصلها على فتحه في السويتش بس كده، وبقيه الاجهزه كلها برضه كذلك على السويتش، هيدي كل الانترنت كل الاجهزه. جميل. طيب يبقى قلنا كل الاجهزه دلوقتي كلها راوتر مع مودم مع سويتش، بس بيديك غالبا اربع بورتات بس لاربع كمبيوترات، واحده فيهم عاوز اكتر من كده هتروح واخد وصله من دول موصلها على السويتش، زي احنا عندنا هنا كده، عندنا اجهزه المعهد كلها والراوتر بتاع شركه الصوت فين؟ في المكتب هناك، ما فيهوش الا اربع منافذ، بس انا واخد منفذ فيهم موصله على سويتش. وخد بالك ممكن السويتش يوصل على سويتش، السويتش يوصل على سويتش، السويتش يوصل على سويتش، زي عندنا في المعهد كده هتلاقي كل غرفه فيها سويتش. السويتشات كلها رابطه ببعضيها صح؟ لو في سويتش واحد فيهم وصل له نت هيوصل لكله. مربوطه براوتر واحد. مربوطه براوتر واحد. السرعه يعتمد على سرعه النت يعني. يعتمد على سرعه النت، سرعه النت هتقسم على الناس كلها. ايوه مشكله. انت لو الاجهزه كلها اشتغلت عندك كلها داخل تحمل على النت سحبت سرعته كلها، الاجهزه كلها غرقت. جميل؟ تعتمد بقى على سرعه النت بتاعتك، سرعه سريعه تبطل الاجهزه كلها ولا لا؟ جميل؟ طيب. شوف ده جهاز راوتر بتاع شركات. اللي عدى دوت ده منزلي، يتحط في البيت او يتحط في المعهد عندنا كده يقضي الغرض وخلاص. زي بتاع شركه اتصالات كده. بس خد بالك بقى، في الشركات بيستخدموا حاجات مختلفه. في الشركات زي شركه سيسكو احنا بنديها مثال اهي. شوف ده شكل الراوتر، ودي الواجهه بتاعته، دي الخلفيه بتاعته. حاجه بقى مختلفه خالص بالمره. في وصله هنا توصل على السويتش اللي انت شايفها، او وصلتين او ثلاثه. وليه وصله دي الاداره بتاعته، انك تخش البرنامج بتاعه تعمل له الاعدادات. حاجات ثانيه خالص، شايفين الحتت دي؟ دي بتتفك المسامير وممكن ازود له وصلات ثانيه. تتباع لوحدها. مداخل. مداخل ثانيه، ازود له مداخل ثانيه. شوف واجهته اهي، ومراوح للتبريد، شغلانه. وغالبا داخل الشركات تبقى الراوترات اللي جوه ملهاش دخل في النت، ملهاش دخل في المودم. اللاين فين؟ ايه؟ اللاين حق النت. لا غالبا دي ملهاش دخل في النت. تجيب لها مودم بقى منفصل، مودم للنت بس، وتوصله على السويتش او توصله في وصله لوحده هنا. جميل؟ ان انت ممكن شركات مثلا زي ايه؟ زي قلت لك جامعه كبيره وفيها مجموعه كليات، كليه الطب، كليه هندسه، كليه كذا، كليه كذا. طبعا كل واحد فيهم بتلاقي كل واحد فيهم شبكه منفصله لوحدها. بس ممكن في سيرفر بيدير كل الشبكات دي. فدي شبكه منفصله ليها الاي بي بتاعها. ودي شبكه منفصله ليها الاي بي بتاعها. هيشوفوا بعض ازاي؟ طب ايه الراوتر؟ طب تجيب راوتر بقى من الحاجات دي، هو مالوش دخل في النت دلوقتي. عاوز توصله النت توصله. بس عشان تدير الحاجات دي كلها بتجيب لها راوترات بقى ايه قويه. تربط الشبكات دي ببعضيها. جميل؟ طيب. وزي ما انا فاهم ان ده اسمه راوتر سيسكو. ده بيستعمله في الايه؟ الشركات والاعمال الكبيره. عندنا ايه بعد كده؟ خلي الاجهزه دي نختم بيها، هنحطها في الاول النهارده. احنا كده خلصنا السويتش، فهمنا وظيفته ايه؟ داخل الشبكه الراوتر بيربط شبكات ببعضيها. جميل كده؟ بيعرف الطريق الموصل لكل جهاز. خد بالك مثلا جهاز السكاي بي، برنامج السكاي بي حلو كده؟ كفايه استاذ سامي واستاذ بندر، خلينا نروح للناس اللي هنا دول. اقول مثلا استاذ عبد الرحمن قاعد في امريكا. حلو كده؟ انا عارف معلش شكله عايز يروح امريكا كده. ماشي؟ واستاذ مصلح بلاش معاه، سافر طلع بره السعوديه، راح تركيا، راح الهند، راح الهند يركب الافيال. فالاثنين مثلا ده في الهند وده في امريكا بيكلموا بعض عن طريق ايه؟ السكاي بي. حلو كده؟ لازم كل واحد فيهم يعرف يوصل للتاني ازاي. هيبقى ده ليه اي بي خاص بيه وده ليه اي بي خاص بيه.
حلو كده؟ السكايبي لما انت بتسجل فيه بيعرف مثلا استاذ مصلح موجود في الهند والاي بي بتاعه كذا، فده لما بيجي يطلبه هو بيطلب بالاسم كده بيطلب بس اتصال بيوصل الاي بي بتاعه، بس خلي بالك ممكن في النص بيعدي على كذا سيرفر، يعني بيعدي على الراوتر بتاعه الاول اللي انت مركبه عندك جوه البيت، والراوتر ده بيوصل على شركه الاتصالات السعوديه الاول، وشركه الاتصالات السعوديه بتخرجك من عندها توديك فين؟ ممكن توديك دوله ثانيه غير الهند كمان، توديك دوله كده اسمك اللي ماشيه في البحر وديتك تركيا، ومن تركيا راح للسيرفر بتاع سكاي بي مش عارف فين وفي دوله ثانيه، قاعد يلف في اربع دول على ما وصل له، كده بجزء من الثانيه. طب الطريق دوت مين اللي بيعرفه؟ الراوتر. الراوتر بيعرف انا هوصل له ازاي. ممكن في النص في الكام لفه دي بالكام هوب ده بيسموه هوب في الشبكات، ممكن في سيرفر وقع بيبقى عنده طريق بديل، يقول انا همشي من دوله ثانيه همشي من طريق ثاني. كل ده بيعمله مين يا اخوانا؟ الراوتر. الراوتر هو اللي بيوجه، هو اللي بيعرف الطرق. انا عاوز اوصل لجهاز في دوله ثانيه همشي منين؟ هروح فين؟ هروح للسيرفر ده ومن السيرفر ده هروح للسيرفر ده ومن السيرفر ده، هو بيمشي في راوترات، كلمه سيرفر غلط، فبيتنقل من راوتر لراوتر. اروح للشبكه دي في الراوتر بتاعها كذا، والراوتر ده هيوصلني كذا، والراوتر ده هيوصلني كذا، ها ممكن يمشي في 20 30 راوتر على ما يوصل للراجل ده في الاخر. تخيل؟ يعني مثلا في معلش من السويتش ماليش دعوه بالسويتش اتكلم عن الموضوع السلك ابدا اركبه في الراوتر، بدا اركب من السلك راوتر ثاني يشبك لي شبكه ثانيه كذا يعني. الراوتر كده كذا لازم يوصل في السويتش. إيه لازم يربط على كذا. عشان اربطه مع شبكه ثانيه كيف؟ شبكه اتصالات بقى. السلك المودم اللي واصل للشبكه بره. احنا نكمل بعد الصلاه ان شاء الله، هنصلي ونكمل بعد الصلاه. طيب مكون ثاني من مكونات الشبكات من الاجهزه اللي موجوده في الشبكه حاجه بنسميها الوايرلس اكسس بوينت. اكسس بوينت يعني نقطه دخول. الاكسس بوينت ده ان صح التعبير ممكن نعتبره بديل عن السويتش. احنا قلنا السويتش يجمع الشبكه اجهزه الشبكه كلها عن طريق اسلاك. حلو كده؟ الاكسس بوينت يجمع اجهزه الشبكه كلها بس بدون سلك، لا سلك. اي جهاز عاوز يربط على الشبكه يروح داخل على ايه؟ على جهاز الاكسس بوينت الوايرلس. ماشي يا شباب؟ ده يعني يعتبر شبه السويتش، هو شبه السويتش نفس حكايه السويتش بس شغال ايه؟ لاسلكي، شغال موجات لاسلكيه. ده من السويتش بيشتغل باسلاك. جميل؟ نفس الحكايه. عندنا منه عده انواع. في نوع شركه مشهوره جدا اسمها تي بي لينك، وده شكل من اشكال الاكسس بوينت. عليه انتنه، انتنه فينا لاسلكي لازم يكون في جهاز استقبال وارسال واستقبال. ادي نوع مثلا اهو زي ما انت شايف عنده اثنين انتن. جميل؟ طيب في نوع ثاني هتلاقيه مشهور برضو، شوف اللي في النص ده. ده لو حد راح مستشفى السعودي الالماني هتلاقيه منتشر كتير قوي فيه. هتلاقيه في السقف كده مركبينه في الممرات في كل حته. رابطين الشبكه اللي جوه داخليه بينهم عن طريق شبكات لاسلكيه. ده شكل ثالث مثلا على الشمال دوت، ده برضه بيركب في السقف في السقفيه كده. ومركبين له حوالي اربع انتنات. اشكال كتير مختلفه. تختلف الاشكال، يختلف عدد الانتنة اللي فيه، بس هو في الاخر اكسس بوينت. يفرق بقى بين جهازه والتاني المدى بتاعه. واحد يغطي 20 متر، واحد يغطي 30 متر. في اجهزه ممكن تركب فوق عمارات. اكسس بوينت. تخيل بيبقى ليه انتنة ضخمه كده ممكن يغطي كيلو متر 2 كيلو متر. يبقى عليه تردد عالي جدا. يربط الاجهزه مع بعض. ها؟ يربط جميع الاجهزه. قال لي تخش وايرلس، لو انت تيجي تربط على الشبكه عندك في البيت كده او بتربط في المعهد عندنا، هو يعتبر زي السويتش بالظبط. جهاز وسيط يدخلك على الشبكه، بس مش اكتر من كده. ما يجوي الشبكه مثلا. ايه؟ يعني الشبكه عندي في البيت في جزء منه مثلا ضعيف. ممكن تشتري جهاز اسمه اكسس بوينت. هنشرحها دلوقتي. هتاخد سلك من الراوتر اللي عندك او السويتش، شرط الراوتر يعني، ما هو قلنا الراوتر فيه سويتش، انت في الحقيقه تاخد جزء سلك من ايه؟ من السويتش اللي هو موجود في الراوتر او منفصل لوحده، تاخد سلك من السويتش توصله على فين؟ على الاكسس بوينت.
يربطك على النت برضه، يروح ربطك اي ربطك على زي السويتش بالظبط، بس هو سويتش ايه؟ لاسلكي. السويتش ما يربط على النت، السويتش يربط الاجهزه مع بعض. ممكن شوف احنا هنا الاجهزه كلها رابطه على السويتش بايه؟ بسلك. لا انا ممكن اركب اكسس بوينت زي اللي فوق ده، والاجهزه دي كلها يكون فيها كارت لاسلكي يربطها على الاكسس بوينت يدخلهم على الشبكه برضه. يعني بديل ولا اكسس وين ثاني؟ يعني ده زي بالظبط مربوط مع الراوتر، مربوط مع الراوتر او يكون في راوتر لا واصل على السويتش، لازم يوصل على السويتش. الاكسس بوينت ده لازم ياخد سلك، هو لازم يوصل بسلك برضه في الاخر. يمكن يكون في راوتر الاكسس بوينت نفسه لازم في مدخل سلك من ورا تربطه على السويتش، لازم على الراوتر ولا على السويتش يوصل على الراوتر. ما هو الراوتر فيه سويتش، من الراوتر ده مهمته يوصلك على الشبكه اللي ورا. بس احنا الجهاز انت شركه اتصالات ده ثلاث اجهزه في واحد. ايوه راوتر اربع منافذ، سويتش اربع منافذ، وراوتر ومودم بتوصل فيه السلك اللي جاي من التليفون من بره بتاع دي اس ال، وفي نفس الوقت ده كده يعتبر مودم، وفي نفس الوقت بيشتغل كراوتر بيدخل الاجهزه اللي جوه بيطلعها بره بيربطها بالشبكات الخارجيه، وفي نفس الوقت في اربع منافذ سويتش. وهذا ممكن تاخذ نفس وضعيه حلو كده؟ دوت يعتبر نفس وظيفه السويتش بس لاسلكي. بس عشان يشتغل قدامك حاجه من الاثنين، تربطه بشبكه وايرلس ثانيه ياخد منها ويوزع، يا بتوصله بسلك ده الغالب الاعم، بتوصله في سلك لغايه فين؟ لغايه السويتش او لغايه الراوتر اللي فيه سويتش. لو بتاع شركة اتصالات في اربع منافذ حلو كده، ياخذ من الراوتر يمكن بدون راوتر يعني السلك على طول حق، لما هو لوحده كده مع نفسه في الحقيقه لازم توصله لا بحد السلك من مثلا اس تي سي مثلا على طول سلك فيه. لا ما ينفعش، ما ينفع ده للشبكه الداخليه، لما ده مش راوتر. ايوه بس الراوتر لازم تشوف فيه الراوتر. السويتش بيربط الاجهزه الداخليه، الاكسس بوينت الاجهزه الداخليه ملوش دخل في الدنيا اللي بره، اللي بيطلعك بره مين؟ راوتر. حلو كده؟ بس انا قلت جهاز بعيدها تاني. هذا يعتبر مقوي بس يعني مقوي للشبكه. ولا مقوي، مش مقوي ولا حاجه. ده بتخش على الشبكه وايرلس. مقوي دي كده حاجه ثانيه هناخدها في الاخر، المقوي ده حاجه ثانيه. المقوي ده ان انا عندي جهاز اكسس بوينت مركبه مثلا في غرفه. وانا عندي قاعد في الدور الثاني في غرفه بعيد خالص، فالشبكه الوايرلس بتاعت الاكسس بوينت ده مش واصلاني. حاجه من الاثنين، هاخد سلك واركب لنفسي اكسس بوينت ثاني في الدور بتاعي حلو، يا اما بركب حاجه اسمها مقوي شبكه يا دوب بس بيعيدها ثاني، بياخد الاشاره الضعيفه بتاعت الاكسس بوينت ده ويقويها لي. انت بتتكلم عليها بقى مقوي شبكه، لازم تعرف الفرق بين الاثنين، لسه هناخدها بعديها. خلينا دلوقتي في الاكسس بوينت، فهمنا وظيفته ايه؟ يعتبر شبه السويتش بس الاجهزه بتربط على الشبكه بدون سلك وايرلس. جميل؟ ممكن تكون اجهزه الكمبيوتر، اجهزه الكمبيوتر دي مثلا فيها جهاز اللابتوب ده مش فيه وايرلس؟ بيربط على ايه؟ يا يعني بيربط على المودم بتاع شركه اتصالات عشان هو برضه فيه وايرلس، فيه اكسس بوينت. او بيربط على الاكسس بوينت دوت. انا هشرح لكم حاجات عامله كتير متفهم منها بعد كده ما تقلقش. طيب شوف دي رسمه اهي. الرسمه دي فيها ايه يا اخوانا؟ فيها المودم، مودم لحاله ياخد وصله التليفون يديك وصله نت بس مش راوتر. وهنا في راوتر مربوط مع المودم اهو بالسلك الازرق ده. وقلنا ايه؟ شركه الاتصالات بتديك الجهازين او ثلاثه اجهزه في جهاز واحد، بتلاقي المودم والراوتر الاثنين جهاز واحد. حلو كده؟ احنا هنعتبر ان الجهاز اللي في النص ده هو شركه الاتصالات. حلو؟ في اربع منافذ اهو، شايف؟ انت ممكن تعمل ايه؟ تروح مركبه عندك مثلا البيت، عندك اربع ادوار، عندك عماره فيها اربع ادوار، عندك فندق، الفندق ثلاث ادوار، فبتعمل ايه؟ بتاخد وصله سلك من شركه الاتصالات بتاع الراوتر يعني، بتروح موصله على الاكسس بوينت وتخليه في الدور الاول. الناس اللي نازلين في الفندق معاهم جوالات ومعاهم لابتوب بيربطوا عليه. تلاقي الفندق مثلا مسميها ايه؟ 201 شبكه 201 و202. وبتاخد سلك تاني توصله على اكسس بوينت تاني في الدور التاني يغذي الناس اللي في الدور التاني. وبتاخد وصله تالته تروح موصله على الاكسس بوينت ده في الدور التالت يوزع على الناس اللي في الدور التالت. بس كلهم متجمعين فين في الاخر؟
في الراوتر في نفس الراوتر. وممكن تعمل حاجة تاخد وصلة واحدة من هنا تروح موصلها على سويتش وكل الاكسس بوينت دي كلها واصلة على السويتش. واضح الكلام؟ افرض عندك فندق 10 ادوار عندك اللي هو الجهاز بتاع شركة الاتصالات السويتش الداخلي اللي فيه مفيهوش الا 4. طب هتوزع ال 10 ادوار ازاي؟ سويتش. اه هتاخد وصلة من الراوتر او السويتش بتاع شركة الاتصالات بتاع الجهاز ده اروح موصلها على سويتش 12 16 بورت مثلا واخد من السويتش يوزع على الايه؟ على كل الادوار الثانيه مفيش اي مشكله. ممكن كل دور مثلا سلك احطه للسويتش برضه ووزع على الجهاز. عادي عاوز تحط سويتش في كل دور. قلت لك هتربط عندك سويتش 16 فتحه وسويتش 16 فتحه لو وصلتهم ببعض اعتبرهم الاثنين سويتش واحد 32 او سويتش واحد 30 بورت. عندك سويتش 10 مثلا مفيش 10 يعني بس مثلا في سويتش 10 في سويتش 10 في سويتش عندك خمس سويتشات كل واحد فيهم في 10 فتحات مثلا يعني لو وصلتهم ببعض سلك من هنا لهنا وسلك من هنا لهنا وسلك من هنا لهنا اصبح في الاخر اعتبرهم كلهم سويتش 51 بورت بس شيل الاربع خطوط اللي وصلتهم دول يعني يبقى عندك سويتش اعتبرهم كلهم سويتش 46 فتحه الاجهزه كلها تشوف بعضها. واضحه؟ هناخد عامل الحاجات دي ما تقلقوش يعني. انا اوريك بس ليه ازاي بنستخدم الاكسس بوينت. شايف هو بياخد اسلاك من المودم بتاع شركه الاتصالات جاي من بره مثلا او من السويتش وكل اكسس بوينت بحطه في دور. ان لو ركبت واحد في الدور الاول ممكن ما يوصلش الدور الثاني شبكته تضعف دي شبكه لاسلكيه ليها مدى. فعشان اروح الدور الثاني بروح مركب جهاز ثاني فوق جهاز ثالث في الدور الثاني جهاز رابع. ممكن في الفنادق الكبيره تخش في الدور في الترعه تلاقي ممكن الدور الواحد فيه 4 اكسس بوينت عشان ممكن في طرقه طويله وفي طرقه صغيره الممر يعني قصدي فاهمني. فتلاقي في الدور الواحد ممكن تركب 4 اكسس بوينت. عشان كده قلت لك انت في الدور ده هتفهم لما تفهم الاجهزه دي ممكن تروح تعمل جهاز شبكه فندق سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. كل الحكايه ده جهاز الاتصالات موجود عندهم اللي هو فيه النت موجود تحت في الاستقبال. انت كل اللي هتعمله هتروح جاي موصله على سويتش كبير من السويتش تاخد سلك للدور الاول او الدور الاول لو عايزين مثلا يركبوا 4 اكسس بوينت هتاخد 4 اسلاك توصلهم فين؟ الدور الاول وتوصلهم على الاكسس بوينت واربعه في الدور الثاني واربعه في الدور الثالث زي ما هم عايزين يعملوا عايزين انت عايز توزع. جميل؟ ليه اعدادات خاصه بيه؟ هندرسها. ان الاكسس بوينت ده شبكه وايرلس لازم يبقى ليها اسم ليها باسورد صح كده؟ انا لما بشتري جهاز الاكسس بوينت بخش على اعداداته بسمي الشبكه بحط لها اسم معين وبحط لها باسورد معين. هناخدها عامل ما تقلقوش. المهم فهمنا يعني ايه اكسس بوينت مجرد نقطه تدخل اجهزه على الشبكه زيه زي السويتش بالظبط. جميل؟ طيب. ده حاجه ثانيه اسمها رينج اكستندر. ده ممكن تشوف جرير موجود في مكتبه جرير. خش جوه كده الفرع اللي هنا اول ما تخش خش في اقصى اليمين. هتلاقي عندهم الرينج اكستندر ده. انا شايل واحد بس شبه ده بس ليه 2 انتن. الرينج اكستندر ده بيعمل ايه يا شباب؟ انت مركب اكسس بوينت او عندك الراوتر بتاع شركه اتصالات فيه وايرلس ممكن تيجي في غرفه بعيده تلاقي الشبكه بتاعته بقت ايه؟ بقت ضعيفه. بتروح ركب الرينج اكستندر ده اللي هو بيوسع المدى بتاع الشبكه بتروح مركبه في الغرفه البعيده. هو بيعمل ايه؟ يروح ياخد الشبكه اللي هناك يستقبل منها ويعمل لك شبكه جديده بيقوي المكان يوصلها لك يعني كده بيوصلها لك. لا سلكي ولا سلكي؟ لا سلكي برضه غير سلك وممكن يحطوا له سلك موجود فيه الاثنين يعني. اجيبه لكم برضه موجود عندي هقول لكم اعدادات. له ضبط واعدادات ليه ضبط واعدادات؟ انك بتخش انت مثلا عندك الشبكه بتاعتك اللي في البيت اللي هي في المودم بتاع شركه اتصالات اسمها سامي حلو كده؟ فانت بتخش على اعداداته بتقول له خد الشبكه اللي اسمها سامي دي ان الباسورد بتاعها كذا وقويها لي. يروح هو رابط عليها ينقلها لك في الغرفه اللي هناك. بتجيله ضعيفه يروح هو بايه؟ مقوي لك الشبكه يوصلك في الغرفه الثانيه. حتى لو في دور ثاني عادي ممكن الرينج اكستندر ده ياخد منه رينج اكستندر ثاني. وصل ثلاثه في جهاز ثاني اه. بس طبعا المسافات البعيده الاحسن توصل سلك اكسس بوينت افضل تكون شبكه. حلوه يعني في بيت كبير مثلا عندهم شبكه يعني مثلا عندي في البيت
انا عندي غرفه هنا كده حاطط فيها المودم بتاع الشركه، فيها شبكه، شبكه وايرلس حلو كده. عندي غرفه، عندي المطبخ، بعد كده غرفه، بعد كده الغرفه بتاعت تانية. فالجدران دي كلها خلت الشبكه توصل لي بالعافيه، ضعيفه جدا من المودم. رحت انا كنت عامل ايه؟ رحت جاي في الصاله جايب الرينج اكستندر ده، رحت حاطه في الصاله، هو راح ياخد الشبكه اللي هنا بتاعت المودم بتاع الشركه، وراح مقوها لي عملها شبكه ثانيه. احنا موصلين فين؟ غرفه المودم بدون سلك بدون اي حاجه. لا بتربط عليه نفسه، بتوصله هو في وصله ار جي 45 ورا، بس هنا مش باينه في الجهاز ده، في ار جي 45 ورا بتوصل عليها وتوصل على الكمبيوتر. هو بيديك رقم كده اي بي، يبقى جاي من المصنع باي بي خاص بيه، بتخش انت على الاي بي لو تعمل اعدادات وتغيره وتغير الاي بي كمان ويشتغل معاك. هناخدها عمل كل حاجه، هناخدها عمل، بس احنا اهم حاجه نفهم وظيفته ايه. جميل. ده شكل، ده المنزلي بيبدا في 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 وسط الكهرباء على طول. وده شكل تاني شبه الاكسس بوينت، صح؟ شوف دوت اللي على الشمال شبه الاكسس بوينت، بس ده ما بيشتغلش. ده يشتغل رينج اكستندر، ياخد من شبكه يقويها لك، يوسع لك المدى بتاعها شويه. جميل. في بعض اجهزه الاكسس بوينت بيشتغل كذا وظيفه، تخش انت اعداداته وتظبطه. ممكن يشتغل توصل له سلك يشتغل اكسس بوينت، ممكن تخش في اعداداته تخليه رينج اكستندر. في وظيفتين، في بعض الاجهزه ما فيهاش كل واحد ده وظيفته، ده ليه وظيفه واحده بس، قلت لك هنا ايه؟ رينج اكستندر. في علبه ثانيه تيجي لينك تلاقي مكتوب اكسس بوينت رينج اكستندر، اشتغل معاك الوظيفتين، تخش في اعداداته وتظبطه زي ما انت عاوز. جميل؟ تقريبا دي احنا كده اخذنا الاجهزه الاساسيه في الشبكه كلها. مفيش حاجة تانية خالص، هو السويتش، الراوتر، المودم، أو الراوتر والمودم، وده الغير ده اللي موجود مدمجين في بعض. عندنا حاجة اسمها الأكسس بوينت، عندنا حاجة اسمها الإيه؟ الرينج اكستندر. الراوتر على اختلاف موديلاته. الجهازين شبه زي بعض، الأول ولا هذا؟ أنا بقول لك هو شبه بعض، بس ده عملي، ده اللي هو على اليمين ده، ده يتحط في الحيطة، عمل لك جهاز صغير كده. بس ده دوت موديل تاني، ده نفس ده، بس ده شكله، ده شكل، ده يتحط في الحيطه على طول. دوت ليه زي حاجه شبه الشاحن كده، بتوصل له ليه وصل الكهرباء. اما الاول اللي قبله سلكي، ايه اللي قبل الجهاز ده، اللي قبل شويه اللي قبله اللي هو الاكسس بوينت دوت سلكي هذا، بس ايوه ده لازم توصل له سلك وتوصل له وصل الكهرباء تشغله. وهذا اللي قبل شويه بدون سلك، انه بدون سلك دوت يشتغل الاثنين، يشتغل كاكسس بوينت ويشتغل كرينج اكستندر. بياخد شبكه ضعيفه توصله ضعيفه ما بتوصلكش انت اصلا، هو بياخدها الشبكه الضعيفه دي يروح يقويها تاني من جديد، يعيد الاشاره بتاعتها من جديد. ماشي؟ تقريبا دي اخر حاجه معانا النهارده، اللي هو رينج اكستندر. المره الجايه باذن الله هنشرح حاجه اسمها البروتوكولات، اللي هي الشبكه اسمها غريب شويه بس سهله، ما فيهاش حاجه.